خلال زيارة ميدانية له بولاية تيبسي وتحديدا بمقاطعة أوزو، الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبلي صلاح عقد اجتماع عمل ضم مختلف سادة القبائل وأعيان المنطقة بحضور الوزير المكلف بالمرأة والتضامن الوطني والأسرة وبعض من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالإضافة إلى حاكم ولاية تيبستي. خلال الاجتماع فتح الوزير مع الحضور قضايا تتعلق بتنمية المنطقة، حيث طالب الوزير بحرف واحد جميع سكان تيبستي وخاصة أوزو بالوقوف كرجل واحد من أجل تغيير سلوكياتهم في التعامل مع الآخر واحترام الغير. يتساءل الوزير كيف يمكن للمنطقة أن تتقدم بدون أمن الحدود؟ يتوجب عليكم كمواطنين مقيمين على الحدود بين تشاد وليبيا التعاون مع الحكومة في تأمين المناطق الحدودية حتى يتسنى لكم المساهمة بفاعلية في تنمية المنطقة. إن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى تيبسي لا يعني أنه مخول لكم التساهل مع الإجراءات الحكومية، لابد من احترام الإجراءات الصحية اللازمة من أجل الوقاية من هذا الوباء الخطير. عبارات للوزير محمد أبلي صلاح، رسالة أشاد عليها جميع الحضور وأكدوا عن استعدادهم الكامل لفعل ما يلزم من أجل تأمين المنطقة والمساهمة في تنمية وتقدم المنطقة وتشاد بصفة عامة. كما عقد الوزير محمد أبلي صلاح اجتماعا ضم نساء الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة أوزو، اجتماع طلبنا فيه نساء الحركة الوطنية للإنقاذ بضرورة مشاركتهن في مختلف الخدمات العامة. كما طلبنا الحكومة ببناء مراكز صحية والصحاريج للمياه الصالحة للشرب، طلبات قبلت بعبارة واحدة من قبل الوزير، سأعمل على توفير هذه الطلبات في أسرع وقت ممكن. هنا وفي مدينة بارداي عقد الوزير اجتماع عمل مع المسؤولين العسكريين وكبار الضباط بحضور حاكم ولاية تيبستي. خلال الاجتماع قدم الوزير توجيهات وتعليمات عسكرية طالبهم فيها بالانضباط وتضافر الجهود من أجل تأمين ولاية تيبستي وخاصة المناطق الحدودية بين تشاد وليبيا. سكان تيبستي كغيرهم من المواطنين التشاديين سيتوجب عليهم احترام القانون، هذا الأمر يجب أن يكون من أولوياتكم سعادة الحاكم. عبارات للوزير محمد أبلي صلاح. وبذلك انتهت الجولة الميدانية التي قام بها الوزير محمد أبلي صلاح بولاية تيبستي.